حد عارف ايه؟ هنقرا مقطعين من كلمة الله من إنجيل متى. المقطعين متشابهين لكن فيهم شيء مختلف لتعليم نفوسنا في هذا المساء. خلينا نقف نسمع كلمة الله معا. الإصحاح الرابع من إنجيل متى والعدد 23 بتكلم على بعد ما يسوع رجع من البرية وعشان الخدمة. تقول كلمة الله: وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فذاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم. فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر مدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. في نهاية الإصحاح التاسع من نفس البشارة، بشارة متى، تأتي أيضا هذه الكلمات 9:35، نفس الكلام اللي قالوا عن بداية الخدمة قالوا بعد فترة من الخدمة. تقول كلمة الله: وكان يسوع، نفس النص، يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. يا رب، احنا بنيجي قدام كلمتك في يومك عشمانين انك تكلمنا وتكلم ولادك بكل ما يحتاجون إليه. بنشكرك من أجل كلمة الحياة الباقية إلى الأبد. نشكرك أن هذه الكلمة تلد حياة في كل من يسمعها، لأنها كلمة حية. تعال أولد بكلمتك حياة في قلوب ولادك ومستمعيك يا رب، عشان خاطر دم المسيح. آمين آمين. إنجيل متى الروح القدس كتبه بطريقة معينة، وهو كان بيكتب يتكلم على المسيح الملك، وتكلم أكثر بشارة تكلمت على الملكوت، وأيضا هي أكثر بشارة تكلمت عن الكنيسة. ولأنه هو بيتكلم عن المسيا الملك، اتحط أولا عشان يكون همزة الوصل ما بين العهد القديم والعهد الجديد. عشان كده كل الإنجيل تقريبا كل شوية تلاقي كما قيل بالنبي، كما قيل بالنبي، لأنه بيربط العهد القديم بالعهد الجديد. عشان كده اتحط في أول الأناجيل. هو مش أول بشارة كتبت، أول بشارة كتبت هي بشارة مرقس، دي تاني دي ولوقا تقريبا في وقت واحد. لكن البشارة دي مكتوبة بطريقة جميلة جدا. الروح القدس نظم القصة بطريقة جميلة. أولا أعلن اللي احنا قريناه مع بعض في الإصحاح الرابع عن إرسالية يسوع والأبعاد بتاعتها، وخلينا نسميها إرسالية ثلاثية الأبعاد. نعرف الثلاث حاجات اللي كان بيقولهم ويقولهم بالترتيب: كان يعلم، والحاجة الثانية يكرز، والحاجة الثالثة يشفي. فهي إرسالية لها أبعاد ثلاثة. ودايما الكتاب كان يحرص على أن يقول الرب يسوع كان يعلم ويكرز ويشفي. بعد الإعلان ده ورانا الكتاب أن الرب يسوع يقدم دستور الإيمان المسيحي، الإيمان الجديد، إيمان الملكوت في ثلاث إصحاحات معروفين باسم 5 و6 و7، معروفين باسم موعظة على الجبل. فبعد ما دخل وقدم في الأول استراتيجيته في الخدمة، قال الدستور بتاعه، أعلن الدستور بتاعه في 5 و6 و7. وعلشان كلامه ما يكونش نظري أنه بس بيعلن عن مبادئ الملكوت وبعد كده في جزء نظري، 8 و9 ورانا أسلوب حياة الملكوت عمليا في 12 معجزة سريعة سردهم الوحي المقدس بترتيب خاص عشان تشمل جميع أنواع المعجزات. فقال 12 معجزة سريعة من 8 و9. في آخر 9 لخص حاجة جديدة
وكأنه بيعطي تقرير عن الخدمة. فالخدمة ثلاثية الأبعاد اكتشفت حالة البشرية في ثلاثية معاناة، في ثلاثية أبعاد، يعلم، يكرز، يشفي، والبشرية في ثلاث حاجات. يقول اللي احنا قلناه مع بعض: لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين ولا راعي له. فالبشرية في التقرير اللي جابه عن الخدمة بتاعت الرب يسوع قال إن البشرية بتعاني من هذه المعاناة الثلاثة، وأما رب المجد فبيقدم خدمة ثلاثية الأبعاد، يعلم ويكرز ويشفي. الرابط اللي موجود ما بين حالة البشرية وما بين أسلوب الرب اللي بيخدم بيه كلمة، وكلمة دي متميزة جدا في العهد الجديد، اسمها تحنن. يقول كده: إذ رأى الجموع تحنن. والكلمة بمعناها البسيط جدا قلبه قفز من داخله. فالرب أمام حالة البشرية المنزعجة المنطرحة التي ليس لها راعي، قلبه نط قفز منه، أحشاءه تحركت فتحنن. بس حنية يسوع مش حنية سلبية بمعنى الإحساس بالشفقة، لكنها تعني الإيجابية. تحنن بموقف إيجابي، قلبه قفز من داخله، هذه هي المشاعر، لكن عمل حاجة، عمل حاجة من أجل هؤلاء الناس المنزعجين المنطرحين اللي بلا راعي. بالمناسبة أيضا التدخل الأول في الإعلان الأول، إحنا بنؤمن بأن الله كان يعلن نفسه متدرجا طبقا لاستعدادات البشرية، فأعلن عن نفسه عن طريق العهد القديم، عن طريق موسى، استخدم موسى كوسيط عشان يعلن عن نفسه لشعبه. لكن في العهد الجديد ما عملش كده عن طريق، لكن أعلن عن نفسه في يسوع المسيح. موسى كان واسطة، لكن الإعلان العهد الجديد شخص الرب يسوع نفسه. يقول كده الكتاب في رسالة العبرانيين: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام في ابنه. فالعهد الجديد يحمل إعلان الله عن نفسه في يسوع، العهد القديم يحمل إعلان الله عن نفسه في الشريعة عن طريق موسى، لكن أيضا السبب في إعلان الله عن نفسه في العهد القديم لما بيقابل موسى في الإصحاح 2 في خروج وبيقول له: رأيت مذلة شعبي، سمعت صراخهم، علمت أوجاعهم فنزلت. نفس الفكرة، تحنن فنزلت لأنقذهم، بس عن أخلصهم بس عن طريق. فالكلمة دي محورية جدا في الكتاب المقدس، وتلاقي الرب يسوع بيستخدمها كتير خالص. في مثل الابن الضال يقول لك: وإذ رآه وإذ لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن. ويتكلم على امرأة نايين وهي ماشيين بالنعش، فلما رأى المرأة تبكي تحنن. معجزات الرب يسوع أغلبها كلها جاية من قلب، عمره ما عمل معجزة للإبهار، وعمره ما عمل معجزة عشان الناس تجري وراه. ده بالعكس، ده لما كانوا يطلبوا أنه يعمل معجزة عشان يثبت ذاته رفض. لكن كل معجزاته كان وراها مشاعر، كان وراها حب، كان وراها تحنن. حالة البشرية اللي وصفها دي هي حالة هي إلى الآن. الذي لم يتقابل مع الرب يسوع لغاية هذه اللحظة فهو واحد بيتعرض لواحدة من الثلاث حاجات اللي قالهم عنه. الانزعاج، قال إن البشرية الجموع رآها منزعجة. والانزعاج أيها الأحباء هو اضطراب فكري، وسبب الاضطراب والانزعاج حاجة واحدة بس نلخصها وصلت الإنسان إلى هذا الانزعاج، هي العداوة. هو إنسان مش عارف إنه في حالة عداوة، عداوة من ساعة ما أعطى ظهره باختياره للرب صار في حالة عداوة، عداوة بينه وبين الله، مش عارف يرضيه ومش عارف يوصل له ومش قادر يطيعه، فيها حالة من العداوة ومش قادر، لأنه ما يقدرش يطيع واحد هو بيعاديه، عشان كده محتاج كان للمصالح. فهو في حالة عداوة مع الله بتسبب له انزعاج. الواحد يجي ينام بالليل مهما سكن ضميره في أي حاجة كان بيعملها في الدنيا، مهما سكن ضميره لكنه منزعج، حاسس أنه عامل حاجة غلط، مش قادر يرتاح. ليه؟ لأنه في حالة عداوة. وأيضا في حالة العداوة نعرف أن العداوة دي كان ليها أربعة، ملاش دعوة العلامة دي على فكرة، خليها كده، أربعة
أربع يعني حالات من العداوة، عداوة مع الله وعداوة مع الآخر، وشفناها في الإصحاح الثاني على طول بعد خروجه من الجنة. الإصحاح اللي بعديها بنشوف إن اثنين إخوات واحد فيهم مطقش الثاني، وكانت قضية دينية بالمناسبة، يعني كانت قضية تقديم مذابيح، يعني أول صراع ديني قتل فيه واحد، كان قايين قتل أخوه، كانت عداوة. بعد كده على فكرة فضل تعبان وقال ذنبي أعظم من أن يحتمل، لأنه منزعج. حالة عداوة أخرى مش بس مع الله ومع الآخر، مع نفسه، ما مش بيحب روحه، وحتى لو حب روحه ما يعرفش يرضيها. وبحب قوي التعبير بتاع يجرح نفسه ده، والناس في مجال الطب تقول له بلاش كذا يعملها بالعند، بلاش تاكل كتير ياكل، بلاش تشرب سجاير يشرب، يجرح نفسه، بلاش تشرب خمور يشرب، بيجرح نفسه، ما تعملش كده ما تسهرش يصحى، لأنه في حالة عداوة مش قادر يتصالح مع روحه، ده اللي يسبب له انزعاج، مش مبسوط مني، أنا مش مبسوط مني. عشان كده بحب شوية حاجات كده بيكتبها ماهر، الأخ ماهر فايز في الترانيم، يقول لما ترجعني ليا، يعني لما أنت ترجعني ليا، يعني لما ما تصاحبني مع أنا، لما أنا تصاحبني مع أنا، لأن أنا زعلان مني، لأن العداوة بين الإنسان ونفسه ده اللي يسبب له انزعاج، إنسان منزعج. وأخيرا الإنزعاج العداوة بينه وبين الطبيعة، في عداوة بين الطبيعة، وشوف العيال الصغيرين وهي بتمسك فرع شجرة وتكسره، والعيال الصغيرة تربط كلب برقبته وتجره، ليه يا عم عامل لك ايه كلب صغير ماشي في الشارع تمسكه، في عداوة، في ويحط طبعا المفتاح على اي حاجة بما فيهم السور بما فيهم عربية سعادتك ويمشي، ايه ده ليه عم قامت له العربية، ايه هو في حالة عداوة، الطفل الصغير ده موجود في حالة، وده يسبب له انزعاج. فالبشرية منزعجة، كل البشرية منزعجة لأنها في حالة عداوة. ومنطرحة، منطرحة لأنها مش بس في حالة عداوة، لأنها لم تجد، إمتى الواحد بيبقى تعبان ومش طايق ومش قادر يقف ومش قادر يمشي ومش قادر يعمل؟ لما يكون داخله الإحساس العميق بتاع البشرية باللا معنى، فهو فاقد المعنى. هي إيه معنى الحياة؟ هو أنا موجود ليه؟ هو أنا عايش ليه؟ السؤال اللي بيتكرر، لأن الإنسان اللي ما بيتقابلش مع شخص الله مقابلة صحيحة يفضل بعيد يبحث عن أمور كثيرة يمين وشمال لعله يجد فيها معنى للحياة، لكنه في واقع الأمر إيه الفائدة من اللي أنا بعمله؟ باطل الأباطيل وكل باطل. ده اللي شافه الجامعة، اللي شافه سليمان تحت الشمس، كان عنده منظور لتحت الشمس، كان في منظور في نشيد الأنشاد فوق الشمس، لكنه تحت الشمس كان شايف الدنيا باطل الأباطيل والكل باطل. فالإنسان في أعماقه يفضل يجري 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 يجري، بعدين يقول أنا هو أنا بجري ليه؟ هو أنا بجري ليه؟ تعرفين اللي بيقف في طابور وبعد كده بيسألوه أنت واقف في طابور ليه؟ ولا كسرت الطابور واقف أو وقفت في الطابور، هو مش عارف بيجري ليه؟ هو مش عارف موجود في الدنيا دي. حكوا عن واحد ملياردير وقاعد نايم في الجنينة بتاعته، وهو بيتساءل نفس السؤال بعد ما حقق أرقام فلكية في الفلوس، ونايم في على رأي أخونا نصف صفحي في الفرنت باكيارد، على أساس أن الباكيارد يعني جنينة، فتبقى الفرنت باكيارد هي الجنينة الأمامية يعني. ففي قاعد نايم، وهو قاعد نايم كده بس وهو يتساءل أنا بعمل إيه؟ مع فلوس كتير قوي 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 قوي، يعني يقدر يشتري عربيات وفيلات، ويشتري برضو على رأي الناس حبايبنا يشتري كباب ويشتري يعني يقدر يشتري حاجات كتير قوي. فهو نايم على ظهره كده وبيتساءل عن معنى الحياة، هو ايه معنى الحياة؟ هو انا بعمل ايه؟ انا حققت كتير. فهو نايم شاف جنبيه كان في زرعة، والزرعة عشان تنمو عاملين لها عمود من الليف البني ده علشان النبات يتسلق عليه. فهو نايم كده جنبيه الزرعة دي، شاف الكاتربيلر اللي هي الدودة اللي احنا نسميها بالبلدي ام 44. عارفين ام 44؟ ام 44 مش واحدة ست عشان احنا نستخدمها في الشتيمة. ام 44 دي اللي هي دودة لها ارجل كثيرة جدا 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 جدا. فهو نايم كده شايف الدودة بتتسلق الشجرة الليف دي، فبص عليها فشافها عمال تتسلق بكل رجليها، مش 44 بس بكل الارجل اللي عاد، فضلت تطلع، وتوما وصلت عند قمة الشجرة الليف رفعت راسها لفوق كده
وبصت يمين وبصت شمال، هو قاعد بيتأمل طبعا، وبعدين ابتدت تنزل على الشجر الليف. ولا هي كده حياة؟ يفضل الواحد يطلع 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 عشان ينزل ينزل ينزل. هي دي القصة. فين المعنى؟ في ترنيمة بتقول فين المعنى في حياتي؟ وده يسبب انطراح، ان الناس حوالينا محبطة. محبط ليه؟ لانه مش عارف هو موجود ليه من الاصل. ما هو لو يعرف هو موجود ليه في الاصل كان انبسط، لكن هو مش عارف. وبعيدا عن العلاقة مع الله مش هنكتشف المعنى في اننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله وعدها لكي نسلك فيها. هنا المعنى. ما تعرفوش ما عندكش معنى، بلا معنى. فالبشرية منزعجة لأنها في حالة عداوة، ومنطرحة لأنها بلا معنى، ثم أنها بلا راعي. فيش نموذج، ما فيش نموذج يمشي يقول كغنم لا راعي لا. كل واحد زي ما بيقول الكتاب، منا كل واحد إلى طريقه. فاللي بيفكر ان المتعه هي الحل، واللي بيفكر ان الجنس هو اللي الحل، واللي تعرفين الجماعه بتوع الادمان ما هو بيدور على الحل برضه، في نوع من الغيبوبه، عاوز يغيب. زي اللي بيسكر ده بيقولوا له هو انت بتشرب ليه؟ قال لهم عشان انسى. قال له تنسى ايه؟ قال لهم انا مش فاكر. ما هو الفكره انه عاوز يغيب عن الدنيا، بيهرب من الدنيا. فكل واحد منا مال الى طريقه. وبعض الناس فاكرة ومركزة قوي انه الحل ربما يكون في الهجرة، وبعض الناس مركزة الحل ربما يكون في الانتحار، وبعض كل الناس كل واحد محدش شايف نموذج، وما فيش راعي يقود الغنم الضال ده الى الى الى, إلى, إلى مراعي خضر، الى مياه الراحة. ما فيش. الدنيا كانت بلا راعي الى ان جاء الى ان جاء راعي الخراف العظيم. دي حالة البشرية، وده الوصف اللي بيوصف به كلمة الله حالته. منزعجين بسبب العداوة، منطرحين بسبب اللا معنى، وما فيش نموذج، وما فيش حد يمشي معاهم، فيش حد يقول لهم الصح من الغلط، ما فيش حد يحامي عليهم، ما فيش حد لو جزء بياخدهم يبذل نفسه من أجل الخراف. قدام دي تحنن. بص، لازم يبقى لك هذه النظرة، وإلا تبقى أنت مش مسيحي. ومسيحي لا تعني أنك تعتنق الدين المسيحي، مسيحي يعني تعرف المسيح. وإحنا الإيمان الوحيد اللي لو شلت صاحبه منه ملوش لزوم. فكل الإيمانات يعني مثلا بوذا، لو شلت بوذا قاعد عند لهم تعاليم بوذا لسه موجودة. كونفوشيوس، أنا ما أعرفش مين اللي عمل الكونفوشيوسية عشان مش عايز أفتي، لو شلت الراجل بتاع الكونفوشيوسية مش هتلاقي فيه تعاليم. لكن انت لو شلت المسيح من ايماننا يبقى ما فيهاش زوم. احنا مسيحيين لاننا اولاد المسيح، احنا مسيحيين، احنا نؤمن بالمسيح. تشيل المسيح مننا نبقى ولا حاجة. عشان كده هو عاوز كل مسيحي مؤمن يكون لي هذا القلب، وهو بيبص على البشرية المنزعجة المنطرحة التي هي بلا راعي. قدم الرب يسوع نفسه في ثلاث حاجات، الخدمة ثلاثية الأبعاد للثلاثية المعاناة. قدم نفسه كمعلم، وهو كان بيحب التعبير بتاع معلم ده، وكانوا دايما يقولوا له يا معلم، وكان يدخل يعلم، وكل ما يشوف الناس، كل ما يشوف مجموعة كان بيعلم. لدرجة ان في انجيل مرقس الاصحاح 7 في آية جميلة جدا كده نقراها مع بعض، ياكش تطلع معايا بسرعة. يقول كده في 7:32، فمضوا في السفينة إلى موضع خلاء منفردين، فرآهم الجموع منطلقين وعرفه كثيرون، فتركضوا إلى هناك من جميع المدن مشاة وسبقوهم واجتمعوا إليه. فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم، إذ كانوا كخراف لا راعي لها، فابتدأ يعلم كثيرا. تعليم جزء ضخم جدا من رسالة الرب يسوع. ليه؟ لسببين. لأن إله هذا الدهر، إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين، وملى الدنيا ظلام. عشان كده رب المجد قال أنا هو نور العالم،
من يتبعني لا يمشي في الظلمة. والنور جاء إلى العالم، أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، بس هو جاي نور. والعلم، والعلم إيه؟ نور. العلم نور. وقد هلك شعبي، مش كده؟ وقلة المعرفة، قلة المعرفة هي سبب الهلاك. عشان كده الرب كان دوره تنويري جدا، كان بيعلم الناس منين ما بيروح، كان بيعلم الناس لأنه هو النور بتاع العالم اللي جه ينقض أعمال إبليس. وأشد أعمال إبليس هي الظلمة، واللي مش راضي يتعلم في مدرسة المسيح هيعيش حياة صعبة، واللي مش راضي يخلي الرب يسوع المعلم بتاعه يبقى مش هيفهم إيماننا. المسيح يسوع كان يعلم بمجهود شديد جدا. ليه؟ لأن الحاجة الأولانية لأن إبليس ملى الدنيا ظلام. الشيء الثاني اللي كان الرب يسوع بيعلم بيه إن المؤتمنين على التعليم للإعلان الأولاني اللي هو الفريسيين والكتبة بوظوا فكر الناس، أفسدوا فكر الناس بعد ما كان الإعلان مليء بالنعمة ومليء بالرحمة. بالمناسبة إعلانات الله، شخص الله لا يتغير، هو منعم، هو إله كل نعمة. كمال الإعلان بان في الرب يسوع، لكن في العهد القديم ترى النعمة أيضا وترى المحبة وترى الرحمة موجودة. فالرب ما بيخفيش حتة منه. في ناس، بعض الناس يقولوا إن إحنا في عهد النعمة. صح، إحنا في عهد اكتمال النعمة، الصورة بانت بكمالها في العهد الجديد، لكن النعمة موجودة لأن الله كله نعمة، فكانت في العهد القديم. الناس اللي كانوا مسؤولين عن التعليم حملوا الناس، قلوا لهم كده: أنتم تحزمون أحمالاً ثقيلة وتضعونها على الناس وأنتم لا تحركونها بأصابعكم، أنتم أخذتم مفاتيح المعرفة لا دخلتم وتدخلون، منعتوهم، بوظت مخ الناس. في إيه القضية الأساسية اللي بوظ فيها مخ الناس الجماعة دولة؟ هي قضية العلاقة مع الأب، مع الآب. عشان كده تعاليمه كانت مفاجأة. أبوكم السماوي، أبوكم السماوي. خلي بالك أنت بتكلم مين؟ لما كان قاعد بيكلم الدستور بتاعه، هو بيعلن الدستور بتاعه، كان بيكلم فيه يهود قاعدين طول النهار حافظين السبت، في مش عارف 1200 مش عارف ولا كم وصية يعملوها، يخاف يقرب من ده ويخاف يقرب من ده، يصلي بالطريقة دي وناسي خالص قصة أبوه السماوي. فجاي صحح التعليم الأساسي: أبوكم السماوي. يكلمكم كده، كلم عن الصلاة، قال لهم الصلاة وأبوك في الصلاة الذي يرى الذي يرى في الخفاء يجازيك. عليهم كان بيرجع، كان بيرجع تاني في التعليم صورة العلاقة بين أب وابنه. أبوكم، أبوكم هو إلهكم، هو إلهكم. لكن أيضا تقدر تقول له، مش عارفين ترنيمة ليه، هقدر أقول له إيه؟ هقدر أقول له أبويا. أبوكم يعلم أنكم تحت، أباكم السماوي يعلم أنكم. بيرجع كل اللي في التعليم بتاعه، منطق هم كان بعيد عن ذهنهم، تاه بسبب الأحمال والتدين. وأنا هقول لك كده، اوعى تكون من اللي شايل أحمال وانت ناسي إن هو أبوك. اوعى تكون فاكر إنك عاوز ترضي زي الشاب الكبير اللي قال له: هذه سنين هذا عددها، أخدمك سنين هذا عددها، وقد لما ده جديان ده، لا لسه اللي بعديه، ولم أكسر وصيتك قط، أنا محافظ. وبعدين جديان كان عاوز الجدي بعد كده، ماشي. كان عايش في مذنوبية شديدة وعايش في علاقة معقدة قوي، ما كانش فيه الفرحة بتاعت إنسان وأبوه. رب يسوع قدم تعليم ضد الظلمة، أنار. عشان كده يقول الكتاب: أنار الحياة وأنار الخلود، أنار الحياة والخيود. رب المجد بتعليمه أنار، وكان يعلمهم كمن له سلطان. كان يعلم، وكان بيعلم ضد الظلمة، وكان بيعلم ضد التعليم الفاسد والتعليم الكاذب. الناس تحتاج إلى تعليم، وكل مؤمن يحتاج إلى تعليم. ولما بياخدش وقت ومجهود أمام الله، اللي بس مستني استجابات لبعض الصلوات عنده لأنه عنده مجموعة من الطلبات، يبقى مش فاهم، ويبقى لسه مش قادر يعيش في كمال النور. لأن الرب يسوع يعلم و
وسيعلم، ويقول كده في نهاية صلاة الشفاعية: أنا عرفتهم إيه؟ اسم، وإيه هعمل تاني؟ وسأعرفهم. فده دوره، التعليم دوره، الكنيسة دورها التعليم، وأنا أيضا دوري أن أكون تلميذ وعاوز أتعلم. ده الجزء تلت خدمة الرب يسوع، وربما أكثر من تلت خدمة الرب يسوع كان بيقضيها في التعليم. إحنا ساعات بننسى الخدمتين الأولانيين دولة وبنركز قوي على خدمة يسوع الشافي. بالمناسبة يسوع شافي. الخدمة الثانية اللي كان بيقدمها رب المجد هي خدمة الكرازة بالملكوت. قلنا هناك الناس كانوا منطرحين ليه؟ ليه كانوا الناس منطرحين؟ أشوفكم فاكرين ولا لأ؟ منطرحين ليه؟ لأنهم بلا معنى، عايشين بلا معنى. فجاء حكى لهم على الملكوت بقى، حط لهم الأمل والرجاء، وكلمهم على حاجة جديدة ونظام جديد يبدأ من هنا ويكتمل هناك. وبدون فكرة الملكوت مش هنقدر نجيب لأنفسنا على كثير من الأسئلة. واحدة فيهم بوضوح شديد هي مشكلة الألم. فاللي هيعتبر أن الحياة دي إذا كانت 60-70 هي كل الأمل وكل الرجاء فنحن أشقى جميع. دي الشوط الأول. الشوط الأول من شوطين، بس الشوط الثاني أبدي، مش 60-70، أبدي. وفي الشوط الثاني تتحقق كل مقاصد الله، وفي الشوط الثاني هيكون في التعويض، وفي الشوط الثاني هنفهم، وفي الشوط الثاني مش هيكون في وجع ولا بكاء ولا حزن ولا دموع. فكلمهم عن الملكوت، أعطى للحياة أمل. ثاني، إيماننا المسيحي هو الإيمان الوحيد الذي اللي بيحكي عن ضمان الأبدية. كل الناس بتتكلم على يمكن، ربما، في احتمال، لكن إيماننا بيتكلم عن كده. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك. في ناس بيقولوا يهلك، هو مش بيهلك، هو مش جاي يهلك، هو اوريدي الناس هلكانه. هو مش جاي يحكم على ناس محكوم عليها بالاعدام، بيحكم عليها بالاعدام. احنا محكوم علينا بالاعدام، فهو مش هيه، مش هو اللي هيهلك، هي هيهلك طبيعي، رايح لوحده رايح. هو جاي ينقذ ما قد هلك، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياه الأبدية. ضمان الحياة الأبدية ببساطة. ليه ضامن الحياة الأبدية ببساطة؟ لأن أنا اللي حبيته هنا أروح هناك. وعلى رأي كلمات قداسة البابا شنودة قال لك كل واحد يروح عند حبيبه، ولأن حبيبي حي فأنا أعيش، وفي الحتة اللي هو عايش فيها أنا أعيش فيها. هي دي القصة يا الأحباء. عشان كده هذه الكرازة، الكرازة بشارة. حتى لو كان في بلاد بتنمع بالقانون كلمة بشارة، البشارة يعني تحمل أخبار سارة. البشارة تحمل أخبار سارة. ما عايزين نقول إيه؟ عايزين نقول نعكن على الناس يعني ولا إيه؟ في أخبار سارة. الإنجيل هو الأخبار السارة، والبشارة بشارة بأخبار سارة. الرجل اللي كان فقري قوي ده بتاع الشعر ده اللي كان اسمه أبو علاء المتعري ده، اللي كان يقول يعني شو حاجات كده كئيبة قوي، وشبيه صبت البشير إذا قيس بصوت مش عارف إيه في كل داع. يعني الرجل البشير زي النعي، وشبيه صوت البشير إذا قيس بصوت النعي. عارفين النعي ده اللي يقول هتموت، مات، كلهم ماتوا، هتموتوا كلكم، هتتعذبوا عذاب بهدل في الحتة اللي هتدفنوا فيها. نعي ده الرجل بتاع أبو العلاء ده كان فقري قوي، يقول لك شبيه صوت البشير، البشير اللي هو مش بتاع تحت، لا البشير اللي هو يقول اخبار سار، يعني اذا قيس بصوت في كل نادي. لا، احنا عندنا بشاره، والبشاره اخبار ساره، ورب المجد كان يحمل لنا اخبارا ساره عن الملكوت الجديد، واعلن عن مبادئ الملكوت الجديد، عشان انا وانت نبتدي ندوق. ودانا عربون، ادانا عربون اسمه عربون الروح القدس، عشان نبتدي نعيش الملكوت. فاكرين عربون دي؟ ما مش عارف مين دول، موجوده ولا مش موجوده. زمان زمان لما كنا نسافر كنا نجيبوا، عشان نسافر في قطر بدري يجيبوا الحنطور، كانوا ياخدوا من الراجل عربون. ابويا كان راخد ياخد من الراجل عربون عشان الراجل يضمن انه يجي. العربون هو مقدم شيء عشان يضمن. احنا واخدين عربون الروح القدس لكي نعيش بمبادئ الملكوت. نعيش بمبادئ الملكوت هنا ويكتمل الملكوت هناك. اخبار ساره، لازم الناس تفرح، مش كده؟
لازم الناس تخش كنيسة تبقى شكلها مبهج، مش كده؟ بتسمع أخبار ملكوت، ما حدش من على المنبر هنا قال لكم هتموتوا ورايحين في 60 داهية. نو، عندنا أخبار حلوة، أخبار سارة. رب المجد كان صاحب أخبار سارة، هذه هي الكرازة. فيسوع كان يعلم وكان يبشر وكان يكرز، يقول لهم لا تخف أيها القطيع الصغير أن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. ربنا فرحان وهو بيديكم الملكوت، أعطيت أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات. ده ربنا فتح عليكم بجد من حبه، من حبه في ابنه، من حبه في ابنه، محبة ابنه ليكم فتح عليكم. دي أخبار سارة، بشارة الأخبار السارة. الجزء الثالث والأخير اللي كان بيعمله رب المجد هو الشفاء بكل معناه وبكل أبعاد، وشفاء جسدي وشفاء روحي وشفاء نفسي. لأنه هو طبيب، هو جاء يشفي بيشفي، بيعلم، بيكرز. لازم عينينا تبقى على هناك، وفي نفس الوقت نعيش هنا بمبادئ هناك، ولازم نبقى فرحانين، ولازم نتعلم في مدرسة المسيح، وهو يسدد الاحتياج. وإن كان في مرض الله يشفي. أمين. الله يشفي كل المرضى، قولوا أمين. نحن نصلي بيقين وبإخلاص أن الله يشفي، أنه بيشفي وبيعمل حتى الآن وأنا أعمل. خدمة ثلاثية الأبعاد، خدمة ثلاثية الأبعاد لمجتمع ثلاثية المعاناة، مجتمع. أنا بحاول أتفزلك في العناوين شوية، واخدين بالكم شوية؟ عمل كده يعني نوع من البتاع. بس غاد كده خلصت؟ لا، استكمالا للرسالة. غاد كده عندنا تاني شعب ماله؟ ها؟ منزعج؟ ها؟ منطرح؟ لا راعي له. عندنا معلم، وعندنا كرازة، وعندنا شفاء. ثلاثة قدام ثلاثة. ماشي. بعد كده قال لهم ايه؟ فهمتوا؟ ارفعوا عيونه. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلين، فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الحصاد. يلا، هو انتوا سمعتوا موضوع وعجبكم؟ ها؟ اتعجب، بسطتوا يعني ثلاثه وثلاثه؟ وبين عندنا في ناس تحب يعني تشيل الايمان في ارقام، ثلاثه وثلاثه وسبعه وسبعه وسته وسته وحاجات زي كده. ثلاثه وثلاثه حلوين؟ لا لا، يبتدي من الاصحاح العاشر: ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطان وبعتهم. ايه اللي انا عاوز اقوله؟ ان ده فكر الرب يسوع في الخدمه، دي حاله البشريه، ثم يدعو تلاميذه الى النزول الى البشريه بنفس مبادئه. يلا اشتغلوا، يلا، هو دوركم كده، دوركم امام هذه البشريه الممزقه. ما تبصش على اللي جنبك ده بانه شرير، ده تعبان، صدقوني تعبان. اختبارات الشباب اللي بيجي للمسيح حكي لك على انه بعد حتى ما يتمم كل اللي مطلوب منه يشعر بالله راح ولا معنى، ويشعر انه الهه بعيد. ده اختبرهم كلهم، ودي حقيقة، انه مشغولين في اداءات عملها لهم الفريسيين والكتبة عشان يخلوهم يبعدوا عن الابوة. والمطلوب من هنا جماعة الرب انهم يتمموا هذه الرسالة، رسالة التعليم ورسالة البشارة، رسالة الأخبار السارة في كل مكان، ورسالة الصلاة أيضا من أجل الشفاء. يلا كنيسة تتحرك. احنا بنعيش في تصوري أصعب فترة، مش على مصر، على كل الدنيا. منين ما تسافر تلاقي الناس تعبان، منين ما تسافر في البلاد اللي الناس بيفتكروا أنها بلاد الغنى والراحة. صدقوني ناس بتحكي حكاوي أنا مش مصدق نفسي. لما يقول لي واحد صديق انه تحالفوا عليه مجموعه زملاته وطرد ولبسوه تهمه في بلد الديمقراطيه العظمى، في بلد القانون الاعظم، طردوه واتطرد من شغله ومش لاقي شغل. في الشر شر، والدنيا في أسوأ حالاتها، والامور في كل البلاد. محتاجه ايه؟ محتاجه زي ما جه السيد وتحنن، كنيسه تتحنن، كنيسه تنزل تحمل الاخبار الساره، وتحمل تعليم الملكوت المغير، قيم الملكوت المغيرة. محتاجين للحركة، إرسالية. عشان كده ربط على طول بحالة الشعب بالإرسالية. اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاد. كلنا بنصلي من أجل الطلبة دي، نقول يا رب ابعت مرسلين، يا رب ابعت مرسلين للحصاد، بس مش أنا، أي حد تاني. ابعت يا رب خدام، بس مش أنا. ابعت يا رب ناس تتكلم، بس مش أنا. لا، دي إرسالية الجميع، دي الإرسالية بتاعت الجميع. أيها الأحباء، يسوع
في رساليته الثلاثية شاف الناس بعينين حلوة، شاف الناس بعينين حلوة رغم احتياجهم العجيب، شافهم بعينين حلوة، شاف بيشوف بالأمل في اللي ممكن يتغير. ده اللي خلاه فوقف وقف وبص كده على واحدة ست ملهاش أي حاجة، ما فيهاش أي شيء إيجابي، ما فيهاش أي شيء مشجع، لكنه قدر يطلع منها كارزة وقدر يطلع منها ويغيرها. هو ده الإيمان المسيحي، هو ده قوة عمل الرب يسوع، هو ده عيني ودعي حضراتكم إلى مرة أخرى إلى الاستيقاظ، مرة أخرى إلى معرفة دورنا في وسط هذا الجيل الملوث. أيها الأحباء، إحنا نور العالم، إحنا ملح الأرض. زمان كانت الكنيسة بتغير المجتمع، إمبراطوريات سقطت بسبب الكنيسة، مش لأنهم طلعوا مظاهرة وقالوا بنروح بالدم نفديك الصليب إطلاقا، لكن لما شافوا إنه في الكنيسة العبد بيقعد جنب السيد هدموا الإمبراطورية الرومانية اللي كان فيها 6 مليون عبد، لأنه شافوا المبدأ الملكوتي اللي موجود، فانهارت الإمبراطورية، واحدة من أقوى إمبراطوريات العالم. القيم المسيحية اللي تتعاش في الكنيسة تغير المجتمع. مين يقول أمين؟ إحنا مطلوب كنيسة حية تغير المجتمع بنفس العينين اللي كلها تحنن على الناس المنزعجة، المنزعجة بسبب العداوة، وعلى الناس المنطرحة، المنطرحة بسبب فقدان المعنى، وعلى الناس التي بلا راعي اللي ما سمعتش عن رب المجد راعي الخراف العظيم. قومي يا كنيسة نوري، من يسوع إلى كنيسة العالم الحاضر. قومي يا كنيستي نوري، الدنيا بقت ظلمة من غيرك، تتخبط بلا أنوار، وضاع منها الخير لما بطلت تديها من خيرك، والحال منهار وتعقدت فيها الأمور وتلخبطت لما انت تلخبطتي في سيرك والكل محتار. معقولة؟ معقولة كنيستي عايشة من غير دور وعايشة مبسوطة فخفخة وزواء ونهم شرى وزغللت الأسواء وصرع مراكز ومين أول والكل في سباق ورا أهداف مغلوطة، وأنا كنت حررتك من العالم عشان تعيشي بحاجة العالم مربوطة. قومي كفاية يا كنيستي مرار، لغاية إمتى مفيش ثقة فيا والغنى غاية، لغاية إمتى مفيش إحساس غنى ولا كفاية، لغاية إمتى سكة الإيمان عار. قومي يا كنيستي حددي الهدف واظبطي المعيار وصحصحي وانفضي عن فكرك التراب والعفار والمعي، ووري الناس الطريق البعيد والقريب زي في المينا الفنار، واسلكي بثبات وعلمي الناس ازاي يمشوا في النهار، ولعي يا كنيستي الانوار. هنقف نصلي مع بعض. نقف كلنا نصلي مع بعض، اللي بس عنده أزمة في الركب بس خليه ورب يسوع يداريش في الركب برضه. خلينا نبتدي كده مع بعض، غمض عينيك وتعال نبتدي مع بعض. في حتى لسه مستين منزعج، في حد فينا منزعج ما سمعش على الرب يسوع المصالح الذي يضع يديه على كلينا معا بينه وبين الله؟ إذن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمة المصالحة، أي أن الله كان في المسيح يسوع مصالح العالم لنفسه وغير حاسب لهم خطاياهم. أنت لسه ما تصالحتش هتعيش منزعج، أنت منزعج عندي أخبار سارة. يسوع جاء لكي ما يصنع سلام بينك وبين الله وبينك وبين جيرانك وبينك وبين مراتك وبينك وبين أولادك وبينك وبين نفسك. يسوع جاء ليصنع سلام. منزعج؟ تعال له النهاردة كده قل له يا مريح التعابة، يا مريح الانزعاج، ادخل إلى قلبي وحياتي واصنع السلام وهديني كده معاك، هديني مع الناس اللي حواليا. أنا منزعج، أنا منزعج،
انت وعدت ان اللي يجي لك بحمل تشيله من عليه. تعال يا رب النهارده، تعال النهارده، وان كنت سلمت حياتي مره زمان لكن انا الان اعيش في انزعاج، مره اخرى بسلمك حياتي تاني. المشكله اقول لك تعال ادخل حياتي النهارده واحميني من الانزعاج وعالجني من الانزعاج. أنه إليك ارتاح تلقاني بالأفراح. هذا الانزعاج، انت اللي هتريحني، انت اللي بتريح. انت قلت كده تعالوا الي جميع المتعبين والساخي الاحمال، انا اريحكم، مش انا هديكم شويه راحه، انا شخص يسوع مريح، يدخل القلب يريح. ومجرد ما دخل السفينه صار هدوء وسكينه. مجرد ما يدخل حياتك حقيقه يغيرها. ان كنت بتعاني من انطراح، مش حاسس ليك معنى، مش عارف تعيش ليه، مش عارف انت موجود ليه، مره اخرى اطلب الرب يسوع، قول له انت الذي تصنع المعنى للحياه. انت بتعطي زي ما قال خدمه مصالحه وكلمه مصالحه داخلي. اذا نسعى كسفراء كان الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، لانه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا. اذا نسعى كسفراء تعطيني رساله سيدنا الرب، يبقى لي معنى ويبقى لي طعم، وساعتها الحياه ما تبقاش تقيلة ولا رزلة. ريحني يا رب من الانطراح النهاردة، افتح عيني على محبتك ليا وعلى استخدامك اللي انت عاوزه لولادك. افتح عيني يا رب، افتح عيني عشان اعرف ان الدنيا اسمن من شوية لبس ومن شوية ومكان اعيش فيه. ان عيني اسمن من رصيد في البنك، ان عيني حياتي اسمن من مجرد ان انا اشابه الناس الذين يأكلون واشربون ويزوجون وتزوجون. حياة لها معنى، حياة لها قيمة. روحتي يا رب.
صارت قوايا منك عوني والأمان يا رب. كل ما الواحد لألا يخيب أحد من النعمة، لا يكون فينا واحد خيبان في النعمة، لا واحد يسقط من النعمة، لا واحد يستهتر بالنعمة. يا رب أنت لم تعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. يا رب النهاردة ولادك وشبابك النهاردة مرة أخرى تستنير عينيهم وتستنير عيون أذهانهم لمعنى الحياة ولمعنى الحركة في الملكوت ولمعنى المعيشة بمبادئ الملكوت. يا رب النهاردة تنور في قلوبنا وفي عقولنا علشان نعيش بقلب زيك، قلب بيتحنن زي ما أنت تحننت، قلب بيتحنن على الناس المنزعجة المطروحة سيدنا الرب، قلب بيتحنن فبيتحرك. يا رب نور عينينا النهاردة، يا رب نور عينين ولادك النهاردة، واطلق رجلينا واطلقنا في الخدمات سيدنا الرب، واطلق ألسنتنا المكبلة بالخوف والمكبلة بمعتقدات كاذبة ومخاوف رماها إبليس. يا رب النهاردة نور، النهاردة غير، استخدم ولادك في ملكوتك سيدنا الرب من أجل انتشار الكلمة، من أجل الأخبار السارة، من أجل الإنجيل، من أجل الكرازة، من أجل البشارة سيدنا الرب. استخدم ولادك سيدنا الشباب اللي موجود، استخدم ولادك في هذه الأيام يا سيدنا الرب. سيدي عبدك بكل قلبي أحبك، I'm not afraid to die.
أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان. يسوع حي، يسوع حي، هو ده الإعلان. يسوع حي، يا مسيحنا، يا إلهنا الحي، يسوع حي، يسوع حي، يسوعنا الذي نتبعه ونحبه من قلوبنا حي، ليس هو بين الأموات، يسوعنا حي، يا يسوعنا، يا مسيحنا، يا إلهنا الحي. أمين أمين. نحن لن نقدر أن نخفي هذا الإعلان. تغير الأمور وتحرك الجامد وتشفي المنزعجين والمنطرحين وتحرك كنيستك لتحمل نفس الأخبار السارة والبشارة إلى كل مكان. يسوع إلهنا حي، لك الكرامة والحمد والسجود من الآن وإلى الأبد. أمين.
حي فينا. كل ما بنشوف شخصية يسوع، كل ما بننبهر بشخصه، كل ما ننبهر بأعماله، كل ما ننبهر بكل ما كتب عنه، كل ما كلمنا في قلوبنا كل أيام حياتنا. آمين. نعبد رب بجمع عطينا. نفسي الوقت ده نقضيه فعلا في خشوع قدام الرب، ونكون فعلا ده وقت جزء من عبادتنا، مش مجرد ان احنا بس فسطها بنقول تنبيهات. عشان كده نفسي ناخد وقت ده وقت سكون، ممكن تاخد وقت للصلاة، تقول يا رب النهاردة أنا عايز أديك كل قلبي، مش عايز أديك بس عطايا، يا رب أنا عايز أديك فعلا كل أمر في حياتي، كل كياني يا رب ليك. يا رب أنا ممنون جدا عن كل أعمالك وكل يديك الصالحة في حياتي. هللويا. ده وقت للتأمل، وقت اللي احنا فعلا نطلب الرب، نقول يا رب احنا فعلا بنحبك من كل قلبنا. رب مش بس بنديك امور ماديه، رب بنديك قلبنا. تعبرنا كده رب واحنا بنعمل كده، واحنا رب بنقدم بعطايانا قدامك، احنا رب بنديك كل قلبنا، كل قلبنا. هللويا هللويا. شيخ فوزي هيقول تنبيهين وهنكمل تنبيهاتنا. كل سنة وانتم طيبين. الشتاء أخيرا افتقدنا ورجع تاني، بس راجع إيده مليانة جامد وضرب جامد بلدنا. فأنا عايز أفكركم إن بنك الطعام يقبل علشان نقدر نساعد الناس اللي اتضررت من الشتاء واللي محتاجين مساعدتنا. ده التنبيه الأولاني. التنبيه التاني بقى احسبها صح، احسبها صح، اللي هي يوم الجمعة والسبت اللي جايين. تعالوا نتفرج على الفيديو الصغير دوت، وبعدين هقول لكم حاجات مهمة قوي قوي تعرفوها عن احسبها صح. شوفوا لو حياتك كانت في الموت، لانه انت ماسك في حاجه بتضيع حياتك، قوم وقف، قوم وقف وانت بتصرخ الكلمات دي مره تانية. اريد ان ابصر، اريد ان ابصر. مشكلتك السجاير؟ يا نهار ابيض. ترامادول؟ يا نهار ابيض. برنوغرافي؟ يا نهار اسود. العلاقات؟ يا نهار مسخن. أقدر أبطل كل ده؟ أنا طلبي النسو في المن، أملي النسو فاب، وحتى من آخر باب تسب ألمسه بثوبة. أنا طلبي النسو في المن، أملي النسو فاب، أنا ألمسه احنا عايزين ندعيكم لحسبها صح، وعايزين كمان نشجعكم ونقول لكم ان كل دساكر يوم الجمعة خلصت، ما عادش فاضل غير السبت والحد. تقول لي طب يعني اجي اعملها ايه؟ اعمل ايه في حسبها صح؟ السنة اللي فاتت عملنا خيمة مخصوص سميناها الصيانة الزوجية، وكناش عارفين يعني الناس هتيجي ولا مش هتيجي. أكتر من 300 قبل دخلوا في الخيمة بتاعت الصيانة الزوجية، ناس كتير منهم كانوا على شفة الانفصال، والرب تنازل إليهم وحياتهم رجعت عادية وطبيعية.
الشرط تكون كده. ممكن تكون بتحب الدراما والتمثيل، هتلاقي خيمة تانية بيتعرض فيها دراما. يمكن بتحب زياد شحاتة، جبنا لك زياد شحاتة مخصوص عشان تكون معانا يوم السبت والحد دوت. يمكن بتحب البيتر لايف، يمكن بتحب التسبيح، يمكن بتحب الخبر السار، كلهم موجودين عشان يقولوا لك رسالة واحدة. مش بس كده، عملنا خيمة السنة دي سميناها صورة مع شخصية. عملنا حاجة تانية اسمها من سيربح المليون. مليون ايه؟ لما تيجي هتعرفوا. عملنا خيمة لذوي الاحتياجات الخاصة علشان الناس دي برضو ربنا عنده كلمة ليهم ورسالة ليهم. عايز اشجعك مرة تانية، تعالى يوم السبت، تعالى يوم الحد، لسه الفرصة والدساكر موجودة. لو ما كانش معاك تذكرة من فضلك ما تروحش موقف الاتوبيس، الاتوبيسات مليانة بعدد التذاكر اللي معانا. ربنا يباركنا، وكل واحد فيكم يشتري تذكرة ويدعي بيها واحد ما يعرفش الرب. امين. كل التنبيهات تقريبا قدام حضراتكم مكتوبة هنا في الورقة اللي توزعت على معظمكم. ما اعرفش كم واحد مع الورقة دي وهو داخل خدها. طيب عايز اقول بس كذا نقطة بسرعة، انه بعد الاجتماع اي حد جديد وسطينا يحب ان هو نتعرف عليه اكتر، هيكون في مجموعة من خدام الاحد موجودين في القاعة الخارجية، ممكن يقدروا يتعرفوا عليه، يقدروا يقعدوا معاه. في نفس الوقت لو عندك احتياجات صلاة تعال اقعد هنا معانا تحت المنبر، هنقدر نصلي معاك. دايما يوم الاحد قبل الاجتماع من 5:30 لـ7 في اجتماع الصلاة الاسبوعي. في درس كتاب طبعا يوم الثلاث، وهي طبعا لو حد لسه عنده عطايا سواء لبنك الطعام سواء للتعاودات الشهرية على المشهور السابقة والشهور الحالية ممكن يقدر يقدمها عند الباب. خلينا احنا بنختم مع بعض قبل ما نختم آخر ترنيمة ونصلي. خلينا في طلبات جدا محتاجة للصلاة، في طلبة من الطلبات حد عامل عملية كبيرة جدا يوم الخميس الجاي، سرطان أو في مشكلة كبيرة عنده الخميس الجاي يكون محتاج مني الصلاة. نفسي نقف مع بعض دلوقتي نصلي عشان الطلبات دي. إذا كنت أنت فعلا عندك احتياجات للصلاة، احتياج للصلاة حقيقي، ارفع إيدك، ارفع إيدك، قول يا رب النهاردة طالب شفاء، قول يا رب أنا طالب منك إيدك شفاء أنت. إذا كنت أنت حاسس بأي أمر عندك قول يا رب النهاردة أنا مصدق في بعملك على الصليب ممكن يشفيني. صلي عشان نفسك النص دقيقة الجاية، قول يا رب النهاردة أنا مصدق فيك أنت، إن يا رب إن أنا بالإيمان مصدق إنه أنا ليا شفاء. مش بس طلبات الصلاة دي، لكن أنت صلي عشان نفسك دلوقتي، قول يا رب النهاردة أنا طالبك، أنا طالبك، أنا جاي يا رب بطلبك. يسوع موجود في وسطنا، حاضر في الوسط كده، يسوع يقدر يشفي، يقدر يشفي إلى التمام. إذا كنت أنت مصدق ومآمن إنه يسوع يقدر يعمل كده من أي خلفية، من أي أمر، من أي ضعف، قول يا رب النهاردة مصدق فيك، مصدق يا رب النهاردة تديني شفاء بالكامل، أخرج يا رب الوقت ده وأنا مشفي، سواء يا رب نفسي، سواء روحي، سواء جسدي. يا رب حتى الأمور المستعصية، حتى الأمور شكلها صعب قدامك، يا رب أنا ملناش غيرك، يا رب ملناش غيرك، يا رب أنا مصدقين فيك الآخر. كل الطلبات دي قدامك يا رب، كل الناس يا رب اللي طالبة، ويا رب الأعمال المقفولة والأرزاق المقفولة والعلاقات الزوجية يا رب المكسورة يا رب، والأمراض والأطفال يا رب اللي في معاناة أمامك. كل يا رب شخص يا رب النهاردة صرخ يا رب من جهة كانسر، من جهة يا رب ألم، من جهة يا رب ضيقة، يا رب النهاردة أمامك يا رب الجميع، نحوك أعيننا يا رب النهاردة، رافعين قلوبنا وطلباتنا يا رب ليك. تعالى أنت رب وسطينا، أنت الرب الشافي. يا رب بصلي يا رب خصوصا من أجل كل أخ وكل أخت وسطينا شخصيا يا رب محتاج للصلاة، محتاج يا رب إلى طلبة خاصة يا رب في الشفاء جسدي باسم يسوع المسيح النهاردة يا رب. تعالى احضر في الوسط، أنت حاضر في الوسط، تعالى بشفائك، تعالى يا رب بحضورك، تعالى يا رب النهاردة بأمور يا رب عجيبة فيها رب، فيها رب شفاء حقيقي للأجساد. يا رب مصدقين فيك الآخر، رب أنت بجلدتك شفينا، أنت الرب شفينا. هاليلويا هاليلويا. يا رب نصلي لأجل كمان عطايانا رب، يا رب يكون رب مقبولة قدامك، مقبولة يا رب ذبيحة رب بخور أمامك يا رب، مقبولة عندك سيدنا الرب. هاليلويا أمين. خلينا قبل ما نختم بالصلاة الربانية نقول اللي أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له إلهي، أقدر أقول له حبيبي وإلهي. خلينا نرتب مع بعض الترنيمة دي وبعدين نختم مع بعض بالصلاة الربانية. عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا
أشكرك يا رب لك بتنجي من الخطر يا رب. يا رب حولنا يا رب أخطار كثيرة، لكن نشكرك أنت يا رب هو الحامي شعبك وحامي الكنيسة. يبارك اسمك يا رب لبلدنا، يا رب بارك بلدنا، يا رب بارك بلدنا، احمي يا رب هذا الشعب، اجي يا رب تعزية ليس بقليل يا رب كل من هو في أحزان. يا رب اسمعنا يا رب عندما ندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ذاك على الأرض اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة. مسيح يسوع ربنا المجد والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.